السلام عليكم مشاهدينا ومتابعينا اينما كنتم، حلقه جديده من برنامج ايام الناس. احنا اليوم بدعوه من اهالي منطقه المهديه بمنطقه الدوره، يعني جينا هنا حتى نشوف وضعهم ونشوف معاناتهم اللي ما بعتها معاناه، خصوصا انه موضوع سعر الامبير وموضوع المولدات، هاي المشاكل الازليه اللي ما تنتهي، اللي ما يخلص منها المواطن العراقي، خصوصا واحنا بسنه 2022 جل البلدان انه طوت هاي الصفحه، صفحه المولدات وصفحه الامبير، ونزلت الجوزه وارتفعت الجوزه، لكن المواطن العراقي لغايه الان يعيش معاناه ما بعتها معاناه، خصوصا بفتره الصيف. ابو حجي الله يساعدك، ابو ايوب ابو مهدي. ابو ايوب شلونك؟ حياك الله. اولا خلي ابدو وياك انه بموضوع انه سعر الامبير. نعم. احنا اليوم جينا هنا بعد المناشدات اللي وصلتنا كبرنامج ايام الناس، عندكم مشاكل بسعر الامبير، تشغيل مولده بساعات التشغيل؟ والله هي معاناه هاي مستمره، يعني صارت ازليه، وهوايه الناس عليهم ال 25 زياده، يعني هوايه. نعم. يعني اكو مقاس خمسه مثلا يجي يعطي 125 و100 وكذا، بس من تجي تحاجه جابوا المولده يتعذر بشغله الغاز، يقول لك الغاز ده يصعد غالي زين، وتوفير ماله صعب، ويعني حتى ده يراجع الجهات الخاصه بتجهيزه ما ده يلقي تسهيلات او شغلات. هاي المشكله شو وقت بدت؟ بالصيف؟ انا صار لها لا يعني اكثر من سنه ونص، سنتين كذا يجي. سنتين هاي المعاناه؟ نعم. بس هو من نواه يتوفر عند الغاز ويحصله بسعر رخيص حتى تنعكس علينا. ده ياخذ اقل، انا ايام اتذكر اخذ 10 واخذ 15. نعم. اي هم كل ما اول ما هذا يعني العقده مالتهم ايادانه، ايادي يقول لك الرجال وفر لي غاز انا اعطيك اياه بارخص. ايه من تسمع الحكي ماله يعني شو تسوي انت؟ يعني لازم تتعاطف وياه. يعني انتم هسه اليوم عاذريهم اصحاب المولدات؟ عندهم عذر؟ عذرهم مقبول مقنع؟ اللي يعني دا يحصله بسعر رخيص ودا يبيعه للناس يعني بوايه، اكيد هذا يعني من شو اسمه يعني من نرتاح له، مثل ما نقول نشتكي عليه او نوصل صوتنا. بس اللي ما عنده غاز وما ياخذ من الدوله ودا يبيعه بسعر يعني مثل ما نقول صح غالي، يعني صعب علينا، شو نسوي؟ نعذره يعني. هسه مولداتكم اللي موجوده هنا جاي تشغل هاي المنطقه، مولدات اهليه لو تابعه للحكومه؟ لا كلها اهليه. يعني الغاز من هم يشتروا على عاتقهم؟ يشتروا على حسابهم. الحكومه ما جاي تدعمهم؟ لا، كلهم دا ياخذون غاز يعني من سوق السوداء. اي ودا ياخذون الشيء اللي يوازي، يعني يبقى شيء قليل، عندك عمال، عنده اجار الموقع، عنده صيانه المولدات، فما يبقى الا القليل. اريد اعرف سعر الامبير هنا بيش؟ 25. قابلين بيه؟ مو غالي؟ اي طبعا غالي، بس شنو البديل؟ 25 مولده تجيك جبايه مال الكهرباء. أيه وشنو اللي قدمت لك لحد الان الحكومه بخصوص هذا الموضوع، موضوع الكهرباء؟ ما عالجت اي شغله من شغله الكهرباء ولحد الان، يعني دي يسجل عليه 50 و60 كهرباء، المي 30 40، يعني راد لك مليون بس لهاي المصاريف بالشهر؟ اي يلا، واحنا اكثريتنا يعني راتبه 500 550 600 كذا. زين ايش كم امبير ساحب هسه؟ بس خمسة بالنسبه لي. اي 125 عدا الوطنيه وعدا المي وهذا. الكهرباء ولا المي؟ ما ترهم ابوي. اي واحنا كبار بالسن. خلص العصريه هنا حتى ما يدخل جو حار. اقتصادي. اقتصادي مطفي هوايه شغلات ثانيه على مود تعوضني بالليل يعني. الوطنية هنا بصورة عامة شلونها؟ والله يعني أوقات زينة وأوقات مو زينة. تجر أسبوعين ثلاثة تخربط، تجيك ساعة أقل ساعة، وأيام تجي لا والله ساعتين ساعتين ونص حسب. 25,000 اللي تنطوها خط ذهبي يعتبر لو؟ هو ذهبي. بس قلت لك هي المعاناة من الغاز. الغاز هو الغالي وصعب يحصل عليه هذا صاحبنا أياد. أي. انتقل هنا وارجع لك أبو أيوب. أبو أيوب. شلون القاتل؟ مرحبا. تسبح حسان امام. يلا دعينا دعاء الفرج. يلا يلا يلا. مولدات هنا يعني مو مربع عن مربع يختلف نفس المعاناه كلهم؟ لا كلها شو اسمه هسه الامبير هنا يم علاوه، احنا علاوه هذا بالقراج الامبير 25 حاسبنا اياه. اي بس شنو احنا هم ساحبين من عنده وما نوبات ما تسوي، يعني تسوي المولدات يعني ما تكفينا للبيت الا ينشرع قلبنا الا تجينا المولدات. شلون مليانه هي؟ يعني الا نطفي الاجهزه كلها. والله حار الجو حار والكهرباء تسحب. حار شو تسوي؟ اي
نوبات يعني حتى نتعثر ماكو يعني كهرباء ماكو تطفي نتعثر حتى باللي يعني بالهذه ما نشوف ظلمه والتي الا نروح نطفي التي تجينا الكهرباء. مقتنع بالسعر تسعير الامبير؟ والله شو نسوي يعني هذا هم شيء والله ما مقتنعين احنا على ال 25 بس شو نسوي احنا ساحبين 18 امبير. 18 امبير؟ اي والله ساحب؟ الله يخليك. بيت كبير احنا بيتنا كبير يعني. يعني شهرين المولد ايش قد؟ يعني 18 امبير وانت شو اسمه؟ 450؟ 400 450 هيك. اي 450 بس مولده؟ اي اي والله ترى كارثه يعني. ايش تسوي هذا؟ ايش تسوي؟ وين انا اسال هسه اسال يعني حتى جوز ربما الناس اللي تشاهدنا وين دور الحكومه هنا؟ اذا انت بس 450 شهرين الكهرباء من غير الجبايه اللي تجيك على الوطني. لا ما اي والله شو نسوي هذا هو زين. تسعيره غاليه. ايه اصحاب المولدات عاذريهم ما عاذريهم بهذا الموضوع؟ والله نقول لهم ما يقول ما يصير ما يدرون نبال. ما يدير لك بال؟ اي والله. إيه شنو عذره؟ عذره يقول الغاز غالي. هذا العذر منطقي. ايه منطقي إيه. ما مقتنع. لا والله شو نسوي لهم عادي. كانك ما مقتنع زعلان عليهم. لا شو اسمه علي ايش هم نقول لهم حكينا وياهم ماكو فايده يعني. ماكو فايده. اي ما صار حل. وما صار حكي. والواقع صار سنتين هيك؟ اي ما تخلص؟ ما تخلص. زين هسه الجهات المعنيه الحكوميه اللي تتابعنا سيما انه وزاره الكهرباء. اي ايش تحب توجه لهم مثلا؟ ايش اقول لهم يعني؟ بخصوص هسه واحد من الناس جاي تنطر 450 الف بالشهر. إيه؟ على مولده. اي مو منطقيه. هي مو منطقيه ايش نسوي لها؟ قلنا لهم يوم عودي نزلونا على 15 وماكو فايده. لو نام بسطح هسه لو سطح مثل قبل امين كان الناس ما سحبت. اي والله. اي قول ابو ايوب. ها؟ اكيد. نرجع له بعد وفوق نغسل السطح. هو عطل هسه بالتيل وهاير ينزل بالقاع وجدح وتخاف على الاطفال يعني يومين يوم ونص هيك الله يجون. طيب. اي والله اليوم فوق بيتنا البارحه اذا الجمر هيك من فوق لجوا حتى يعني هو البارد صار تاثر على هاي البيوت كليتها الا اليوم يلا يجوا يعني من البارحه تقريبا 8 و9 لحد اليوم 11 هيك يلا يجوا. زين واقع المنطقه بشكل عام يعني خلي اسولف وياكم فقط مو انه اريد اختص بموضوع الكهرباء اكو مشاكل بعد هنا مثلا تواجهكم؟ مشاكل خدمات كذا؟ لا المي شلون؟ المي انا اقول لك ينقطع هم ينقطع. اي والله ينقطع. ينقطع نوباتي ما يجينا. دوره ينقطع بها المي؟ اي لعش عبالك والله ذاك اليوم لعد حديقه ماكو مالتنا وشان ينقطع. ينقطع وشان يظل للصبح ماكو مي. ماكو مي الا شغل المطار. شغلنا المطار وهم ماكو مي. وشادي شو نسوي له؟ عارفين عفناها اجت طفت الوطنيه. ومن تطفي الوطنيه بعد المطار ابد ما نشغله. هيك. اي الوطني لازم تانيها مثلا. اي حتى تسحب مي. اي معانات مو؟ ها؟ معانات؟ مجاري هنا بالصيف شلون بالشتاء العفو؟ مجاري؟ لا زينه يعني هم يجون نوبات ينظفون هم هذول خابرهم يجون ينظفوننا. لا ما عندهم مشكله. اتمنى لك التوفيق. رحم الله والديك. مشاهدي الكرام احنا بالتالي متواصلين وايضا راح نشوف نتوجه لاصحاب المولدات. بالتالي نستمع لورشة نظرهم وأيضا أبناء المنطقة منطقة المهدية الثانية. خليك معنا. مشاهدي الكرام متواصلين وياكم من منطقة المهدية وبالتالي احنا بعد ما استمعنا لآراء المواطنين اللي موجودين بالمنطقة المهدية الثانية راح نشوف آراء ومشاكل المواطنين عفوا أصحاب المولدات. شلونك حبيبي؟ شلون صح؟ شخبارك؟ والله بخير. أولا الناس معترضين على سعر الأمبير 25 يقولون غالي. ثانيا أنه ماكو حل يعني صار سنتين
شيء يلومك شيء ما يلومك شيء مقدر وضعك شي. انت سولف لي شنو المعاناه اللي جاي تواجهك؟ معاناه جاز ماكو، ما حد يوفر لنا جاز. جاز مليون و100 مليون و100 ايش قد هذا ايش كملت؟ للف مليون و100 كان قبل جاز اخير كنا الامبير نزيب 15 ب10 بس هسه جاز صعد وجاز ما حد يوفر لنا. ابو الامن الوطني حجز له رياضتين حجزون مالتنا دقون منع 3 شهور وجاز ماكو. طالعين من الصبح هسه دور جاز ما حد طلب منه جاز. يعني هذا الحكي ايش قد صار ماكو جاز؟ هو من هذا الشهر، من اخر الشهر بدا. هاي الشهر يعني الازمه بدات لو صارت من صار شهر هاي الازمه صارت ماكو جاز صعد. وانتم توصلون الامبير 30,000؟ نحن ما بدنا نوصل، احنا قلنا نطفي على اساس نطفي ساعتين بساعتين. العالم ما رضى بمشنو، اجوا بالامن الوطني قال شغلوا حد ما يوم 5 بشهر سويت محل. ابو الامن الوطني جانا ما سوى لنا حد، جبنا الشغل شو يسوي؟ العالم الجو حار وكهرباء. ليش ما يصير اتفاق بينكم مثلا وبين الجهات الحكوميه حتى تدعم لكم الغاز؟ انتم اهليه؟ هي اهليه بس يعني. اجي 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 ابو هاي جالا سويت محل يوم 5 بالشهر، اجي يوم 5 بالشهر ما سوى لنا حل. اجي تدفعون ضريبه وجبايه وكذا؟ قلنا ما يخالف جبايه ضريبه، حطوا لنا الغاز ببلاش، قالوا جيتكم غاز، لحد ما جاب لنا غاز، ونحن بدنا نشتري غاز كله مشتري مليون و100، انا بالشهر تصرف 25,000، هي جبايتي هالقد، يعني ما تتحمل فلوس الغاز. يعني انت هسه شهريا بالغاز ايش قد تصرف على الغاز؟ تصرف 25، انا الشهر صرفت عندي 25,000؟ 25,000. يعني ايش قد تطلع؟ 25 مليون؟ السور اي هاي فقط الغاز من غير التصريح، عدد التصريح وفلوس الدين فلوس العمال. يعني بس العمال هقد، عمال اثنين دين هقد عطلها، يعني هي شيء جو شيء. ما رحت مثلا رحنا بلديه؟ رحنا مشينا وبلديه ما مشى، بس جانا ابو الامن الوطني والمركز الدوري وجانا قال عسوكم حل، وبعد ما سوينا حل لحد الان ما مسوينا حل. هذا الحكي قبل ايش قد اجى؟ يوم 1 بالشهر ويوم 2 بالشهر جونا ما رجع بعد. بعد ما اجى جو المختار، جاب المختار قال عسوكم حال، جيت خذ اسامينا واخذ معلومات وراح. بعد ما جانا هسه الناس مقدره هذا الحكي اللي تحكي انت؟ والله الناس تشوف الجاز صاعد ونحن مو بيدنا، بيدنا شيء كان نزلنا من البدايه يعني ويا الكهرباء والجاز صاعد صعدنا احنا لا بيدنا ولا بيد العالم، هو الجاز يعني صاعد. خليني انتقل لك. شلونك حبيبي؟ انت مشترك عندهم؟ طبعا سمعت الحكي هسه، عندهم حق لو مات؟ والله خل احكي لك بالبدايه الحق كله، يعني اذا احنا ما نذب اللوم على ابو المولد، الحكومه ضروري توفر لهم غاز. احنا ليش الازمه يصير الصيف يصير ازمه غاز، يصير ازمه مولدات، يصير ازمه كهرباء؟ احنا ما نذب اللوم كله على ابو المولد، هاي واجب الحكومه. الحكومه ضروري توفر لك اقل شيء 12 ساعه، اذا انا مواطن واريد حق من الحكومه اقل شيء 12 ساعه تعطيني كهرباء واجبها. شغله ثانيه يعني القوات الامنيه الناس هو ابو مولد وغاز ماكو، ابو القوات الامنيه كل ساعه طاب معتقله، هم يصير زحمه قدام العالم وقدام هاي يعتقلوا اصحاب المولدات اللي جاي يوقفوهم. الناس طفت 4 ساعات تقول لك انا غاز ماكو، فعلا غاز ماكو غاز وطفوا. طلعوا ذول من التوقيف لو بعتهم بالتوقيف؟ والله طلعوا ووقفوهم تقريبا ساعتين ثلاثه وطلعوا كتبوا تعهدات. لين طفوا 4 ساعات؟ 4 ساعات يريد يريح ماكو غاز. تقلوك لو ما تقلوك؟ انا شالوني. صعدون البادي وقالوا اعطوني حل من يوم 5. اجى المختار قال كتب يعني معلومات من شنو، قال حد يوم 5 سوكم حل، حد ما سوى لنا حل. يوم 7 ماكو حل والحمد لله على كل حال. والله العظيم الولد امانه الله، انا مو مكودن، انا مشترك وياهم ما مقصرين. يعني تراكم اكو مناطق مثل مناطق قريبه على الدار ما دار الدور ما بيها ذهبي، احنا هسه من يتحمل الكهرباء تطفي بيته؟ ماكو هسه اذا ما تعود صار الكهرباء مثل المي، اذا ماكو كهرباء ما نتحمل. احكي لك الصراحه عندنا اطفال حديثين اولاده وهذا محتاجين، عندنا مرضى، عندنا مرضى منطقيه مثلا شو عادي ما 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 ما, ما يعجبني بالصيف. بس مو بالصيف جوز ما يعجبني اسحب ذهبي وجاي اشوف هاي الواقع. مختار ما متعاون وياكم ولا وين المولد؟ ما متعاون ويا ابو المولد، هاي اول وحده. المدير الناحيه ما متعاون كلش حيل، يعني انت مثل ما تطلع تسوي الامبير ب 12 وتدور من ابو المولد وفر له غاز جيب تناكر وطبب للمنطقه، انت بس تحكي وتسوي ونحتب على مجلس محافظ بغداد وعلى المحافظ بالخصوص. يعني شوف هاي العالم عين على ابو المولد، انت مو بس تحط قراراتك بوجه ابو المولد وانت ما موفر له، لو موفر له غاز ابو المولد يطفي ما يطفي حقا. انا واحد من العالم، انا ودي اعرفهم اصدقائي، صار مليون و100 ذبوا اخر سعر ذبوا على الغاز والله مليون و100 ذبوا، والرجال يقول لك انا ما اريد اطفي منطقتي وكله، ما اريد انحرج يوم منطقتي، اخسر عاد اخسر من جيبي اعوض على الشهر الجاي، بس ما اريد اقبح ويا منطقتي. ايام صعبه والناس ما تتحمل كلها تعرفها، وانت قلتها قبل قليل قلت ما نتحمل صار مثل المي والله.
كهرباء صارت مثل المول. هو شوف هسه هو الطرفين عندهم حق، كان انت كمواطن وكان الاخ هنا ابو مولده، بس احنا ما بس ما سعر الامبير 25 غالي. السعر غالي ليش؟ من السعر غير اكو سبب. السبب واضح بالجهات المعنيه. السبب الجهات المعنيه، وزاره النفط، محافظه بغداد، قام مقام، مدير الناحيه، مدير القضاء، احنا نعتب عليهم ذولا كلهم، نعتب عليهم. المختار، المختار بالواجهه الاولى، لان هو ينقل المفروض الصوره. انت مختار منطقه، لو بش تسوي لتعيد مجلس بلد وتقول الله وياك، انت مسؤول، كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رؤيته. هاي مسؤول، هاي مسؤوليه وش اسمه وسلسله مراجع. اليوم المختار باكر قام مقام، وزاره النفط، هاي كلها مسؤوله. انت مو طفيت انا وجيت اعتقلتني، ما يصير هذا الحكي. انتم ما رحتوا للمختار؟ هو المختار هو جانا، هو جاب الدوري وجانا. المختار عليكم وياك؟ اي هو علينا. المختار اجى قبل كم واحد قالوا ليش طفوا؟ قلنا غاز ماخو، اسولف لنا غاز. اجى جاب الدوريه، جاب الامن الوطني مركز مال الدوله، جاهم وشالونا وراحوا. اجى بعدين قالوا ها اصبروا عاد يوم 5 بالشهر، اجى كتب اسامينا يوم 7 بالشهر ما سوى لنا حد. غاز بعده صاعد. نفس الشيء مليون و100. ما طلع ايش بالعراق؟ ايش بعوعود؟ اوه هاي نحن من زمان شبع عنوان، نحن طببنا اطلع منه الحكي. انا عندي خط بمصفى الدوره، انا صاحب كوستر وعندي خط بمصفى الدوره. الله وكيلك التناكر ما تطفي، جر سحب، بس وين جاي يروح الغاز ما جاي تعرف. تجي على البنزينات ازمه. يجوز تهريب؟ حجم كل شيء صار. هم جاي يحكون يقول لك تهريب، ازمه تهريب جاي، يقول لك ازمه تهريب، بس هاي الغاز جايين. الله وكيلك الصهاريج تنقل الصبح الحكوميه وبالليل الاهليه، وين جاي يروح الغاز ما تعرف. ماكو ازمه بالمصفى، يعني تقول لك موقفين وتحميل ماكو. ليش هاي المحطات هسه جاي نشوفه فعلا هسه ما جاي تعرف؟ مو صحيح؟ ما جاي تعرف والله. انا خبر الوياي، خاصه الوياي بخط اصحاب شان، يعني هم على 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 القيود وعلى شو اسمه مال التحميل، يقولوا لي ماكو عندنا ازمه احنا. يقول نتفاجئ وين جاي يروح الغاز ما جاي نعرف. من اللي من معتكر الغاز؟ بيها انه من معتكر الغاز ما تعرف. والحل؟ الحل والله نسأل الله يعني يخلي الحكومة تنظر لها العالم الفقرة للمواطن ولأبو المولد. انت مو تذب على اللوم على ابو المولد. اقول لك المواطن منين؟ ابو المولد منين؟ تشوف بسرعة شاله خطيه والله. والمواطن والله يشهد يعني ما نقدر نتدخل. نقول له تروح تقول له هم بعد دولة ما تقدر تتدخل. يقول لك ابتعد، او جينا نحكي قال ابتعد لي غاد، لا تحكي ولا زين. انت ما موفر له، تجي تاخذه جيب ابو اطلع لجنة. زين هي هسه شكوى مثلا من جبنا من الوطن غير بناء على شكوى؟ اي اكو شكوى. من اشتكي؟ اكو حشاك مع احترامات، اكو ناس نايمه وكلها ذابتها براس ابو المولد ما يعرفون. موظف راتب 4 ملايين و3 ملايين ويدور من ابو المولد، يدور تشغيل 24 ساعه. انا ما 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 الوم شو اسمه، ما الوم ابو المولد من يطفي. والله ما الوم ابو المولد. غاز غالي عمي، يعني احسبها هسه حساب عربي بمليون و100، 30 مليون بالشهر، يعني 100 مليون احسبوا. انا متاكد وجمعيته ما تسوي مليون يومي بالشهر. يقول لك اخسر، والله يقول لك اخسر ولا جاي تخسر على هالسعر؟ طبعا عزل وانا علي طفتها، يعني طفتها قبل، لكن من جانب الوطن جاني طفيت مولده. قلت له انا طفيه شيء، قال لي شيء مولده. قلت له انا حشيل مولده ما صرفي، يعني شيء ده اشوفه خساره. يعني هو لو بسد بسد ما يخالف، يقول ما بسد بسد. خساره صار شهرين؟ صار شهرين خساره، ماكو شيء خساره. يعني سابقا بيش انتم تشترون الغاز؟ كان الغاز اخي كانت وطنيه زينه، بس هي من صار بدا صيف بدا شويه حر. بيش كان الغاز؟ كان 1600 550 700 ضعف، يعني هو صعد المليون و100. كان ب 600 قد كان الامبير؟ كان امبير 15. اي يعني كانت وطنيه زينه، بس الناس سمحت شوه للامانه. يعني ابناء المنطقه جزء دول خيرين ما المنطقه اللي هنا قاعدين قالوا سابقا كان امبير وصل ب 10 وبصل 15. صح لو مو صح؟ بس بهاي الفتره اي كان غاز زين وطنيه زينه، بس هسه هو غاز صعد. يعني مو بيدنا احنا، مو بجيبنا صعد. يعني هسه لو وطنيه زينه وغاز اكو واحد يصعد ما حق يصعد، بس من يجيك ابو الامن الوطني قدام العلم ويجي صعدك ما فيش حاجة. يعني شنو هو؟ بس هي الدوله ماكو، بس تسواس بالصعده. انا سواس عادي اصعد، انا ما عندي شيء والله. تعال صديقي تفضل لهنا، ممنون يا حبيبي. ان شاء الله كهرباء ما تطفى 24 ساعه. شنو الوضع؟ تعال قاعد 24 ساعه. حلم 24 ساعه والله. ان شاء الله هسه خلاص وينك ان شاء الله. ومحمد هذا الشعب يستحق 24 باوع. اي طبعا اي، بس هو العتب على المولدات. من ساعات زين ما يطفى اربع ساعات. من ساعات زين باليوم شنو؟ من ساعات شنو؟ 8 ساعات يعني مو 24 ساعه، خلي طول 8 ساعات. لا 24 ساعه ما هو يطفون زين. تعال اي حبيبي شو داخلك؟ والله هو اللي بداخلنا هواي، بس هي المشكله العتب على العالم. اليوم تظهر بس بالمواقع مو بالواقع.
والله يعني عندنا وعود خاصة الدورة عندنا خمس نواب صعدوا وش حكي ومن غير اللي أبو المجلس البلدي وغيرهم قبل الانتخابات ينفون حشاك بهالزبالة ودق وعود والدورة راح تصير جنة وعندنا مصفى وعندنا وزارة الكهرباء نصفنا خب ما تطفي الكهرباء وش حكي كله وعود وكله كذب كذب تالي تبقى هيك تالي تبقى عندكم وقفه مثلا تطلعون انتم ابناء المنطقه تساندونهم كذا المشكله طلعوا مظاهره طلعوا احتجوا مو هي المشكله تعرف شنو هي تلقاها بس بالمواقع ماكو احد بالواقع قاعد يشتغل شباب يعني انتم شباب العتب وين العتب شباب واعين بكم هو المفروض بالبدايه ما يطفي اربع ساعات اعزلها المولده يا باي هنا انا فرضت المشكله لان هي المولده هي ساتره على العالم وساتره على الحكومه اكو عوائل يعني اطفال عندهم هم صح هم من باب انسان ياخذ الموضوع مو فقط انه تجاره وربح ولازم غاز صح وياك انا احنا كنا مشتركين وما حد يقدر ساعتين بدون الكهرباء بس هي المولدات جت الستر على هاي الحكومه اللي حتى عيب نوصفها حكومه جت الستر عليها زين من انت جايني بشفلات وقاعد تفلش بالمولدات من جاي وقاعد تفلشون هسه بالمولدات والشفلات وهاي نفس ما قاعد اشوف هسه بالمواقع واللي قاعد يصير انت هيجي اولا اذيت العالم ثاني شغله انت قاعد تهيج هاي العالم خوش حكي انتو من تقولون دوله خوش حكي العراق ابو نفط وابو الخيرات خوش حكي اوفر غاز خوش حكي اوفر غاز وبعدين من اشوف ابو المولد او الغير مقصر لا انا اقول لك روح اعتقله ونعل والدي بس انتو رب القصور هي دوله كلها قصور بقصور بس وعود وكلها كاذبه كلها ورق على حبر حبيبي انت وعجبني يعني تعبيرك انه الناس بس بالمواقع مو بالواقع احنا نتمنى من الجهات الرقابيه الجهات الحكوميه سيما انه محافظه بغداد الناس المعنيين بخصوص هذا الموضوع انه هالله هالله بالناس خصوصا احنا صيفنا جهنم ما ينجرع من توصل درجات الحراره 50 و48 و45 هاي الناس هاي العوائل شنو ذنب هم هسه 25000 وقابلين بالامبير وبس وفروا لهم لاصحاب الغاز اصحاب المولدات وفروا لهم غاز انتم بالتالي اليوم رافعين عليهم الغاز بمليون و200 مليون و100 الالف لتر يعني شهرين 30 مليون شو يصير ابو المولد زين وين دور الحكومه هسه مثل هذا القاعد هنا بطابو صرف والله يقول عود قاعد بطابو اكو حكومه لا كهرباء موفر له لا المي هسه من الساعه هم سمعنا معاناتهم هم المي ما موجود شنو اللي مقدمته الجهات الحكوميه لابناء المنطقه المهديه الثانيه طبعا مداخله احنا المفروض اليوم احنا عندنا نواب بالدوره المفروض ذول بدور الدور النواب انه يوصلون معانات العالم يوقفون ويا اهل المولدات عندنا ازمه مال مياه تمام فهاي الضرور اليوم النائب اليوم بمنطقتك نفس ما انت انتخبته ووصلت لهاي المرحله المفروض اليوم يجي يوقف وياك تلقى نايم وين تلقى نايم مجلس النواب هنا كم الوزير لازم يسوي حل مو بس قاعد طقطق الصور بدون ما ادري بالانتخابات يجون الوعود او جيب لي المحاضرين خوش حكي وعلي وياك علي وياك وعيننا شنو يا تعين اللي قاعد تحكي انت عليه يا تعين لو احنا بس مجرد ننفخ ونصعد خوش حكي ونفس ما اقول لك المرحله اللي راح تجي غير اللي كنا نحكي عليهم كنا راح ننتخبهم تعرف ليش بعد صار شعب صيني لا لا المره ذاتك شعب صيني ذاتك الشعب هاي المره غير لا والله هذا حبيبي جميع نعم مشاهدي الكرام متواصلين معكم خليكم معنا الله يسعدك مساي حبيبي والله بخير الحمد لله صحيح عليكم الصايحه ايش خلي افوت لك اياها بهالعباره هاي المولدات والغاز والامبيريه غاليه والغاز عليكم 100 مليون و150 الغاز مليون و150 وذاك ياخذ مليون و100 ارخص منه مليون و150 مليون و100 هو نفس الشيء هي كلها نفس الخساره كان 650 هسه مليون و150 غاز حكومه ما تعطينا لا دهن ولا حد مقلبنا احنا الامبيرات بال500 امبير لليتامى والمحتاج وذاك احنا بنعطيهم 500 امبير والله بال500 امبير وعندك هسه الوصولات شوف العالم كل حاله تعبان شوف الوصولات قدامك ما توصل الوصولات العالم ما جاب لحد الان الوصولات اي والله شوف العالم اذني زين ما ذاك الشهر حدان بال 35 واحد ما دافعين هاي فوق الارتفاع مال اي والله واكو واحد اطلبه مليون ونص واكو واحد مليون عالم ما عليه ما يجيب
وكل العالم كل ساعه جاي وقال ابو المولد. ما تدرك هاي الناس بالتالي ما حد يعذر، كل ما يجي يقول لك ابو المولد ابو المولد، ابو المولد اشترى بيوت، ابو المولد اشترى هاي، و24 ساعه مدهني. مولده قامت بشده جفت، هذيك وين طابقه الصفره تصلح بيها؟ اي والله. وهاي تشوف هذا الغاز يتوصل بالراحه وجاي صعوبه بالغاز، حتى ماكو حصه، ما حد يجيب لنا، ماكو مليون و100 و100 مليون و150 ما حد يجيب لك، يقول لك ماكو غاز، يقول لك يهربوا ما ادري وين، ما تدري وين الغاز يروح. بالتالي ايش قد جاي يطفي باليوم؟ ما طف ولا ساعه. يعني شلون جاي يجيب الغاز؟ والله ده من السيارات مالتنا دايم منها ومن هنا. حسب البيت غاز ما عندي، مو اذا راح تطفي. زين. والحل يبقى هيك؟ والله ما ادري، احنا ذاك الشخص مثلا عرف واحد مثلا واسطه. والله ولا حد يقلبك. شخص خير مبادر انه يدخل بالموضوع يسعى. اجونا الامن الوطني قالوا احنا ندبر لكم غاز، اصبرونا خمس ايام. صار اليوم 7 بالشهر ولا حد قلبنا ولا حد وصلنا. الباحم جابوا ورقه جر ايش قد تصرف المويده مي غاز، وهاي هم راحوا بعد ما حد جانا ولا وصلنا. وتحملنا بس هالش كم يوم وهالشهر، وذاك الشهر انا خسران لي 20 مليون. من غير التصليحات. اي والله. وروح شوفي قدام عينك هذيك المويده مجفته، بعد حتى ما نكملها. من الطف الناس تجيك هنا تلتم عليك لازم تشغل وكذا. اي والله عالم كله كثرته. ليش اشتكوا عليكم بهاي الفتره؟ ما مشتكين عليك كثرته، ما مشتكي علي، عالم كثرته مضروبه كورونا مرضى نايم بالفراش. هسه الاخ هناك صاحبك ابو مولد مشتكين عليه وجاي الامن الوطني ماخذ، انتم مو جوكم الامن الوطني؟ جوني بس ما اخذوني، حكى وياه قال الحين وفر لك غاز برنا خمس ايام بعد ما حد جاني. راح نسوي لك حصه غاز وما حد سواه، الان صار لك 18 سنه هنا حصه غاز ما عندي. وين اهليه؟ اي اهليه. ليش ما تحول حكومه؟ ما يقبلون ما يسوون، سووا قال اسوي لكم دفاتر غاز ما حد يسوي لنا. نتوسل بيهم ما حد يسوي. ايش كم سنه صار هناك 18 سنه؟ والله صار لي 18 سنه. 18 سنه ما حولت حكومه؟ ولا حولونا حكومه. ولا حد مطلع غاز. لو بيهم. هم خلي غير بيهم يفترون. يجوز بعض المعلومات عندنا انه انتم ما تريدون تتحولون الحكومه لان جبايه وكذا. لا عمي لا جبايه ولا كل شيء، هم لا حد واصلنا ولا حد مقلبنا. زين سووا الحكومه ايش قد يحسبوا للغاز؟ يحسبوا لهم 1250 واحنا 250000؟ اي هسه والله بقرار جديد. واحنا نستلم بال 1000 مليون و150 بال 1100 مرات 100 اي ضعف. اي والله وانا تصرف المويده واحده عندي باليوم تصرف 1000 يعني 2000 باليوم مشان المولتين. يعني انت باليوم بس غاز مليونين ونص مليونين و400 عدد هناك عدد العطل عدد العمال عدد منا ومن هنا عزلوا بعد ايش هو الحين هو خلص بس خلص هالصيفيه ونعزل خلصها ما اخوات ترجع عطل والله شو تسوي ايام الحصار والله لا حد مقلبك ولا حد يسال عليك كل ما هاي قال ابو المولده صعد الامبير ابو المولده انا اربع اشهر لازم على 15 11 وال 12 وال 1 وال 2 كله على 15 بس هذا الشهر اللي راح وهذا على 25 على 25 اي شنو المناشده اللي ممكن توصل والله مناشده ماكو لا احد يقلبنا ولا حد يبوا علينا ليش هاي الناس جاي والله لو تحكي بنا ل 1000 سنه ولا حد يقلبك ولا حد يوصلك قالوا خمس ايام ولا حد وصلنا بعد ولا حد ينطينا غاز ولا حد راح يقلبنا لا حيرين بيتيم لا حيرين فقير لا منطين المدرسه كهرباء كله علينا وهم ما راضين. حبيبي الكلام بالتالي هي معاناه ما بعدها معاناه يعيشوها هنا ابناء المنطقه خصوصا انه اصحاب المولدات يعني الجهات المعنيه جتهم وانطتهم وعود لكن هاي الوعود لغايه الان ما وفوا بها. المفروض يفترض يوم واحد يجونكم. هم قالوا خمس ايام. خمس ايام. يوم ستة لازم موفرين غاز. واليوم احنا اليوم سبعه ولغايه الان ولا واحد موجود ف هاي العوائل هنا الموجوده اليوم فقط انتم مو تباعون على ابو المولده فقط، باعوا على العوائل لان هذا ابو المولده بالتالي خادم هاي المنطقه والاف العوائل هنا يعني ساحبه خطوط وساحبه امبيريه، هاي عندها اطفال، هذا عنده مريض تحتاج الكهرباء، الناس هنا موجودين وانتم اليوم لا وفرتوا الكهرباء مثلا بصوره صحيحيه مثلا ست ساعات باثنين او هاي المعتاد عليها، ماكو اليوم حتى الكهرباء الوطنيه هنا معاناة ما بعدها معاناة يعيشوها أبناء منطقة المهدية الثانية. احنا متواصلين معكم خليكم معنا. شلونك حبيبي؟ حبيبي الغالي شلون اخبارك؟ الحمد لله والله مبين ضايج ومحترق قلبك اي والله ابو مولده والاسعار مغلينها عليك ونفس الوضعيه اي والله نفس الاسعار غالي الغاز بمليون و100 سيطرات تحاسب مليون و100 لو مليون و150 حسب كل من يبيع بسعر سيطرات تحاسب ابو اللوري واللي يطب ابو النقاز البلديه ضدنا الضريبه ضدنا الدوله كلها ضد ابو المولده وتنزل تسعيره تعال طبقها غير الدولة تدعمني على مود ادعم المواطن زين ابو ضريبة يريد بلدية تريد كهرباء تريد البيئة تريد كلها تريد
شو شو يصير؟ شو يصير ابو الناس المولد؟ الناس ما عاضره الموضوع وتقول لك الامبير الناس غاز. ما تعرف تقول لك الغاز الدوله ده توزع غاز وهذا كله كذب بكذب. ما يدري بيك التهليه. مولد اهليه وما بيها حصه غاز. ما بيها حصه. والحصص تنباع ب 40 و50 ورقه. وحتى حصص. الحصص مستحيل. حتى العده حصه ما يقطع ولا اذا ما يدفع 300 400 الف بالجيلان ولو بالناحيه. كله ياخذ الحصه مال. ماكو شيء بلاش. ويجي يقول لك تعال طبق القرار على اساس؟ من سلام الوطن اللي يعرف انه اجى ونال المنطقه ووعدوكم انه اليوم 6 بالشهر يتوفر الغاز. كل شيء ماكو. ما جواك من الوطن؟ انا ما جا انا ما طفيت. جوا بس على المطفين ومسوين اضراب على مود هذا الموضوع. انت لو مطفي ممكن جاي كذا من الوطن وحالك الموضوع. ليش ما طفيت؟ ما شيء حل الموضوع. راح يعطوهم غاز؟ من يعطي؟ لا من الوطن؟ سبب ازمه الغاز ولا من الوطني؟ ليش؟ لازم المحطات ممنوع الغاز صعد بسببهم. يعني شلون اجوا ودخلوا هنا وعدوا الناس؟ هو نازل قرار على مدى يتهرب الغاز، الغاز يتهرب للشمال والغير الشمال. ابو المحطه شعلي. كان 750 الغاز قبل مال زمان المحطات. لزمان المحطات صار بمليون. هاي من الوطن من لزمان صار بمليون؟ اي مو صار والمحطه قام ما يقدر يبيع، منين يبيع؟ ابو المولد منين يجيب غاز؟ من المحطه من غازكم الاهلي منين جاي تشترون؟ من البنزين خانات؟ تجاري. منا ومنا من البنزين خانات تجيبوه منا؟ ايه من يوم محطة ما اقدر اعطيك حساب انه يقطعون علينا ونطفي. لا مو احنا حتى نكون صريحين ويا لا محطات بالتاجي بالجرف غير مكانات. يعني مو ببغداد؟ بغداد. بغداد هي داخل بغداد. من خارج بغداد؟ لا لا ما اقدر ما نطلع خارج بغداد. لا لا وتجيكم بكلفه غاليه. اي طبعا بس اعطينا حل خلي منا الناس اللي تشاهد الامن الوطني يوفروا لنا غاز. بس غاز؟ بس غاز. بس نريد غاز ونبيع للعالم 5000، مو نقول مجلس محافظ ابو 15 5000. 5000. خلي يوزعوا لنا غاز مجانا. بس. بس. تنتهي الازمه؟ كل الازمه تنتهي. الامبير بايش يصير؟ 5. 5000. ايه. اذا وفروكم ايش قد؟ غاز مجانا يعطينا بيع الامبير بخمسه. غاز مجاني؟ نعم. وذا احسب لك اياه ب 300000. شنو ب 300؟ 1000 لتر مثلا. بايش تسوي الغاز؟ حسب هي الكلفه مالتها. طبق التسعير اذا اعطاني حصه اللي تكفيني. يا مو الحصه الحصه ايش قد يعطيها؟ مال 10 ايام. قليل. اذا عنده يعطون على الكيف 25. ها المولد اقول اليوم تصرف 1000. ما تكفي. الحصه اذا يعطيني اياها يعطيني 7000 7.5. يعني اسبوع تخلص الحصه. الله يكون بعونك. شكرا جزيلا حبيبي. حبيبي الغالي. تشبيك شو ضايج؟ انا يابا ضايجين كهرباء ماكو. الغاز صاعد. الامبير السعر ب 25000. شاليك بالدوخه كذا شو علي انا؟ منين نجيب لهم؟ والدك يدفع احنا والدي يدفع والدي شو يشتغل؟ والله واقف الوالد كم امبير ساحبين انت؟ احنا 15. 15 امبير؟ 15. ليش؟ غير بيت كبير. الله يخليك. وهاي محلات. وين المحلات؟ هاي محلنا. ايه؟ هذا الثاني. مأثر عليكم الموضوع؟ طبعا مأثر حتى على محلك يمكن تسوي قطعه تبيعها باسعار مضاعفه. طبعا. احنا اذا صعد الغاز نصعد القطع حمي. اه نوبيت والله. اي ان شاء الله استقلال انت. ايش ايش عبالك؟ يلا ان شاء الله الغاز يرجع نفس وضعه. هسه بيش هذا البودي؟ بلاش لك. لا مو الي للناس البيت جاي. الي كل المتابعين. للناس احكي اللي هنا مارين. اه؟ المارة الناس. مو سوى غير كل من سعره. يعني بيش هسه على تسعيرة الغاز؟ على تسعيرة الغاز بستة. يقصرون السعيد. لا نزل تنزل. والله خلاص. يلا اتمنى لك التوفيق. تسلم. شكرا جزيلا. نعم مشاهدينا الكرام متواصلين وياكم. خليكم يعني. شنو موضوعك؟ اريد البيت. لا ترمموا لي اياك وش ما اريد. بس فهمي تردين بيت لو نرمم البيت؟ ترمموا لي على الواه تبينوا لي بيت هذا قاعده بيه بعد احسن. استلال راتب. اي والله. لا مي. لا مي ولا كهرباء وهاي الخضروات والله العظيم بالقوه الله يمشن. كيف هي هكذا بنت تعبانه. ايش تعبان هذا تعبانه؟ هاي شوفي. كربيش بس ما مين وقت؟ يابا شوف التلفزيون هاي شو الخضروات عمي مو تاج عمي. تاج ولا مو تاج؟ ريحان وكربوش ونعناع وكراد تعال جهاد. اي ابو عايش اقول لك كهرباء مي ماكو والله هنا شح مي. اي ونجرب هالمطارات وماكو كيف لك الله من البياره وبنص المهديه قاعدين بالبياره ناخذ مي. نسوي بير هناك؟ اي والله بير من جوارينا.
كبيره. الكهرباء اليوم تعرفين الموضوع حبيش ولا؟ الامبير 25 يجونا ب 30 ما عندنا. زين ايش كم امبير انت؟ احنا اربع امبيرات وكل ساعه طفي علينا، ما عندنا بنفس اي والله. وكل ساعه ما انت لك كل ساعه اروح وارجعي. يا الله يرضى عليك ما عندنا. هذا الشهر ما انطينا ما عندنا. زين. اي. هواي 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 عندك معاناه، هواي تشكين. والله ضيم بالغرو حق هاي النعمه يا خي، ضيم وقهر. عيشه ضيم وقهر. اي. وردكم تساعدونا مساعده منكم. انت الناس هاي الخير تساعد. تساعدونا لو كذب هيجي. لا هاي الناس. خاف كذب ما تساعدونا. هاي الناس تسمعك. اي. شنو تعمل؟ عمي يا الدوله اسمع يا المالكي يعطونا عمي حقوقنا. مالك راح. اي اقول شو اسمه؟ الكاظمي. الكاظمي. عين ولدنا وسخمتنا وعزتنا الامريكا كل شيء سوالنا. ومشي خضرتنا. وهاي الخضرات ما تمشي. اتمنى لك الصحه والعافيه. الله يسلمك. ربي يحفظك. لا طلعني بالتلفزيون. وين طالع يا سلام؟ وين طالع بالشوارع بالتلفزيون؟ شكرا جزيلا. والله مساعده والله كهرباء ما مي ماكو والله كله من البياره. الله يشهد بالبياره. وخلف الله عليك وعلى جوارينا نعطينا مي. الله يسلمك شكرا جزيلا. نعم مشاهدي الكرام بالتالي. ترى من بيتنا ما عندنا هنا. من خلفه؟ شفتينا خلفه؟ انت خلفه اي. من الدوله ساعدنا. شلونك؟ والله والله. انت عدنان معروف هنا بالمهدية يقولون عليك يعني تمشي مره سير مره تنظف وضعيتك تحت خط الفقر. تعبان والله. والامبير عليك ب 25؟ اي والله. احكي لي. وضعي طفي واحد طفى عليه مولده. زين. يقول ليش ما تعطيني فلوس؟ من اعطيك؟ فلوس تنطي. اي مو قال لي هسه قاعد اجار 450 شلون؟ قاعد يجار 450؟ ويوميتك ايش قد بالعام النظافه؟ هو عواطي عقد من 110 10,000. اي. 10,000 يعني بالشهر 300,000. اي. اي والله. ما تسد الايجار. اي. وش اشتغل بعد غير الجزء؟ والله هنا هنا عايش. عايش من الغابه اقعد هنا. اي بابا والله. تعرس بالليل؟ اي. حد الصبح؟ اي. لا ب 12 حد. شنو تحتاج؟ انت كيفك هسه اوديك البيت شوفه. لا انت شنو تحتاج؟ انت هسه الناس اللي شاهدنا مناشدتك شنو تحتاج؟ انت احكيهم وضعي تعبان. وضعيتك تعبان. اي اجاوب 250 من اعطي. شكرا جزيلا. نعم مشاهدي الكرام بالتالي يعني شفتوا حال واقع حال منطقه المهديه الثانيه ناسها معاناه ما بعدها معاناه سيما انه الكهرباء والمي وباقي الخدمات وبالتالي هواي ناس هنا يعني لربما تحت خط الفقر وبدون اي حلول من الدوائر الحكوميه والجهات المعنيه بالتالي احنا نتمنى انه الصحة والسلامة لجميع ناسنا وتحل مشاكلهم بأقرب وقت لأن هاي الناس فعلا تستاهل. ختاما تقبلوا تحياتي وتحيات كادر عمل برنامج جام الناس. إلى اللقاء.